بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، فانتهينا في المحاضرة السابقة من شرح كان وأخواتها، واليوم بمشيئة الله عز وجل نشرح الحروف الناسخة العاملة عمل كان. الناظم رحمه الله يقول: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك. أول حرف من حروف الناسخة هي ما، في قول الله عز وجل: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما هذه حرف ناسخ يعمل عمل ليس. والحروف الناسخة ثلاثة: ما ولا ولات العامل عمل ليس، وإن وأخواتها، ولا النافع الجنس. أما الأفعال الناسخة فهي كان وأخواتها، وكاد أفعال مقاربة وأخواتها، وكذلك ظن وأخواتها. فانتهينا من الأفعال الناسخة فقط كان وأخواتها. هنأتي إلى الحروف الناسخة. أول حرف من هذه الحروف هو ما، وما هذه تعمل عمل ليس في لغة أهل الحجاز. أنتم تعرفون أن القرآن الكريم نزل بلغة الحجاز، لغة الحجاز يعني قريش وما جاورها، في لغة تسمى لغة أو تسمى لغة بني تميم. لا يعملون ما هذه، لا تعمل عندهم شيئا. السبب لأن ما هذه حرف غير مختص، فمرة تدخل على الأسماء أقول ما زيد، ما زيد قائم، ما قام زيد. فانظروا إلى ما في المثالين. في المثال الأول دخلت على جملة اسمية ما زيد قائم، في المثال الثاني دخلت على جملة فعلية ما قام زيد. فنظرا لدخولها على الأسماء وعلى الأفعال فهي حرف غير مختص، فلا تعمل عند بني تميم، لأن الحرف المختص لا يعمل. هذا هو سر إهمالها في لغة بني تميم. أما سر إعمالها عند الحجازيين لأنها أشبهت ليس في النفي، ليس هذا بشرا، ما هذا بشرا، فما حرف نفي بالضبط تشبه ليس، لكن هناك فرق بينهما. ما حرف لكن ليس فعل، وهي أخت من أخوات كان، فأشبهت ليس في النفي، فلذلك عملت عند الحجازيين. لكن عملت عند الحجازيين بشروط. الشرط الأول ألا يزاد بعدها إن. فإذا قلت ما زيد ناجحا، ما حرف نفي يعمل عمل ليس عند أهل الحجاز، زيد اسم ما مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ناجحا خبر ما منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، كأنني قلت ليس زيد ناجحا بالضبط، لا فرق بين ما وليس، كلاهما يفيد النفي. الشرط الأول من شروط إعمال ما ألا يزاد بعدها إن.
إذا قلت ما إن زيد قائم، ما حرف نفي، وإن حرف يفيد النفي أيضا، ونفي النفي إثبات، فهنا بطل العمل. فإذا زدنا إن بعد ما فلا تعمل شيئا. أقول ما إن زيد ناجح، أقول ما حرف نفي يعمل عمل ليس، وإن زائدة تفيد التوكيد النفي، زيد مبتدأ وناجح خبر، فإن عندما زيدت بعد ما بطل العمل. ولذلك يقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. يهجو قبيلة تسمى بني غدانة، يقول يا بني غدانة ما إن أنتم ذهب. أنتم تعرفون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، والمعادن فيها الذهب فيها الفضة فيها الخزف اللي هو الشيء يعني اللي أقل جودة. فيقول ما إن أنتم ذهب، يعني أنتم لستم من أعالي الناس ولا من أوسط الناس، ولكن أنتم من أراذل الناس. فقال ما إن أنتم ذهب، ما حرف نفي، إن زائدة أبطلت عمل ما، أنتم مبتدأ ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع، ذهب خبر، فما بطل عملها. ما السر في إبطال عمل ما؟ زيادة إن بعدها. وإن هذه سوف نعرف إنها أيضا تكون نافية، حرف نفي، إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، فما ما أيضا إن تستعمل نافية. هذا هو الشرط الأول من شروط إعمال ما عند بني عند أهل الحجاز. الشرط الثاني ألا ينتقض نفيها بإلا. فإذا قلت ما زيد ناجحا، نفينا عن زيد إيه؟ النجاح، يعني نفينا عنه النجاح. أقول ما زيد قائما، نفينا عنه القيام. ما زيد ناجحا، نفينا عنه النجاح. فإذا قلت ما زيد إلا ناجح، أثبت له النجاح ولا نفيت عن النجاح؟ أثبت، يعني إلا تفيد الإثبات. فهنا انتقض النفي بإلا. وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلت ما محمد رسول يبقى نفيت عنه رسالة. ما محمد إلا رسول يبقى أثبت له الإيه؟ الرسالة. فإذا انتقض النفي بإلا بطل العمل. أقول ما حرف نفي، زيد مبتدأ، وما لا عمل لها بسبب دخول إلا على الخبر. إلا هذه أداة استثناء تفيد مع ما الحصر. زيد ناجح خبر، يعني حصرنا زيد على النجاح فقط. فهذه عندما دخلت إلا بطل العمل. هذا هو الشرط الثاني من شروط إعمال ما. يبقى ما تعمل بشرط ألا يقع بعدها إن الزائدة ولا ينتقد النفي بإلا. قال تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما حرف نفي، لا عمل لها، لا تعمل، لا ترفع المبتدأ ولا تنصب الخبر بسبب مجيء إلا في الخبر. أنتم مبتدأ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، إلا حرف استثناء يفيد الحصر مع ما، بشر خبر، خبر لأنتم، ومثلنا صفة للخبر. إذن في هذه الآية بطل عمل ما. ما سبب إبطال عمل ما؟ دخول إلا على الخبر، أو انتقاض الخبر، أو انتقاض النفي بإلا. مفهومة ولا شرحة تانية دي؟ مفهومة؟ كم شرط قلناه إلى الآن؟ قلنا شرطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنا إلا نذير مبين، وما أنا إلا نذير مبين، صلى الله عليه وسلم. ما حرف نفي مهمل لا عمل له، يعني لا يرفع المبتدأ ولا ينصب الخبر. ألا مبتدأ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، إلا أداة استثناء تفيد الحصر. نذير خبر، خبر المبتدأ. وعندما أخبر الله عن رسوله بقول ما أنا إلا نذير، غير لما يقول أنا نذير، لما يقول أنا نذير ممكن يكون تاجر أو مزارع أو صانع، لكنه صلى الله عليه وسلم حصر نفسه في الإنذار فقط، يعني مهمته في الحياة هي إنذار الناس. وما أنا إلا نذير، يبقى نذير خبر أنا، ومبين صفة لنذير، فلا عمل لما بسبب أن النفي انتقض بإلا. الشرط الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ولا مجرور. فإذا قلنا مثلا ما زيد قائما، أين خبر ما وأين اسمها؟ لو أنك قدمت الخبر وقلت ما قائم زيد بطل العمل. أقول ما حرف نفي لا ترفع المبتدأ ولا تنصب الخبر، قائم أقول خبر مقدم، خبر المبتدأ بس، وزيد مبتدأ مؤخر، فأصبحت ما بطل عملها بسبب تقدم الخبر. لكن إذا كان هذا الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز، يعني ما أقول ما في الدار زيد، في حرف جر والدار اسم مجرور، الجار والمجرور في محل نصب خبر ما مقدم على اسمها وزيد اسمها مؤخر، هذا يجوز. يبقى الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل العمل، يعني ما لا تعمل. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. فإذا قلنا ما طعامك زيد آكل، أصل المثال ما زيد آكلا طعامك، أصل هذا المثال كده. ما حرف نفي يعمل عمل ليس، زيد اسم ما مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، آكلا خبر ما منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، آكل اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا. أين فاعل آكل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ إلى زيد. طعامك طعام مفعول به، مفعول به لاسم الفاعل آكل، منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على الميم. هذا المفعول يسمى عندنا أي النحاة يسمى معمول، معمول الخبر، معمول يعني هو منصوب وناصبه آكل، فالعامل آكل والمعمول طعامك، فيسمى عند النحاة معمول الخبر، أي أن الخبر هو الذي عمل فيه النصب. فلو أنك قدمته لبطل العمل، أقول ما طعامك زيد آكل، يبقى ما حرف نفي فقط لا عمل له، وزيد مبتدأ وآكل خبر وطعامك مفعول به للخبر، لكن الخبر ليس منصوبا إنما هو مرفوع لأن ما بطل العمل. فإذا كان هذا المعمول ظرفا أو جار ومجرور جاز، يعني إذا قلت ما عندك زيد جالسا، أصل الكلام ما زيد جالسا عندك، فقدمت معمول الخبر لكنه ظرف أو جر ومجرور جاز، كما جاز تقدم الخبر اللي هو ظرف وجر ومجرور يجوز تقدم المعمول إذا كان جارا ومجرورا. يقول الناظم إعمال ليس أعملت ما، إعمال ليس أعملت ما،
ليس كما عرفنا هي أخت من أخوات كان وترفع المبتدأ وتنصب الخبر. تقول ليس المسجد مفتوحا، وتقول ما المسجد مفتوحا. فيقول إعمال ليس أعملت ما، كما أن ليس ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كذلك ما تعمل عملها، تعمل عملها بالضبط. لماذا؟ لاشتراكهما في النفي. والفرق بينهما ليس فعل، لأنها تقبل تاء التأنيث، أي كلمة تقبل تاء التأنيث هي فعل ماضي قطعا. أقول زينب ليست ناجحة أو ليست حاضرة. وما حرف، والحرف لا يقبل علامة الأفعال ولا علامة الأسماء، والحرف ما ليست له علامة، فقف على قولي تكن علامة. يبما تعمل عمل ليس، هذا هو مراد الناظم، إعمال ليس أعملت ما دون إن، دون إن. إن هذه نافية وسوف تأتي إن شاء الله. إن هذه النافية لا تعمل عند أكثر البصريين ووافقهم من الكوفيين الفراء، الفراء ده زعيم من زعماء الكوفة، قالوا إن ليست عاملة. فأقول مثلا إن زيد مسافرا، هذا على رأي الكوفيين. أقول إن حرف نفي لتقدير الكلام، ما زيد مسافرا، هذا لا يجوز على رأي البصريين أو أكثر البصريين. يقولون ها إن زيد مسافر، يعني ما زيد مسافر. فإن النافية العاملة عمل ما أو العاملة عمل ليس لا تعمل عند أكثر البصريين. ووافقهم المصنف ابن مالك، قال إعمال ليس عملت ما دون إن، إن لا تعمل عندي. وأنا يقصد إيه ابن مالك، لأنه وافق رأى أكثر البصريين في هذا الرأي. أما بقية الكوفيين ما عدا الفراء فإنه أجازوا إعمال إن، واستدلوا بقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. الشاعر هنا يذم شخصا يقول يعني هو لا يظهر قوته إلا على الضعفاء من الناس، لكن على الأقوياء يفر منهم فرار من الأسد. فيقول إن هو مستولين على أحد إلا على أضعف المجانين. فإن حرف نفي بمعنى ما، هو مبتدأ ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع، مستولين خبرها منصوب. هذا الإعمال جائز عند من؟ عند الكوفيين عدا الفراء، لكن أكثر البصريين منعوا ذلك ووافقهم المصنف، فقال إعمال ليس أعملت ما دون إن، غير إن يعني، مع بقاء، يعني مع بقاء النفي. طبعا حذف الهمزة لضرورة الشعر، مع بقاء، مع البقاء النفي وترتيب زك. صلوا على رسول الله. هذا أول شرط من شروط إعمال ما، أن النفي يكون باقيا. ففي قول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن النسوة اللائي رأينا يوسف عليه السلام وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، فنفينا عنه في الحال البشرية، إن هذا إلا ملك كريم. يبقى ما حرف نفي يعمل عمل ليس، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، اسم ما، بشرا خبرها منصوب. نلاحظ أن النفي باق، النفي ينتقد بإلا، ما هذا إلا بشر. يبقى إذا أردت أن تبطل النفي جئ بكلمة إلا. فإذا قلت ما المسجد مفتوحا، ما المسجد إلا مفتوح، ما زيد حاضر، ما زيد حاضرا، ما زيد إلا حاضر، ما الدرس سهلا، تقول ما الدرس إلا سهل. ففي المثال الأول تقول ما الدرس سهلا، نفيت سهولة الدرس، ما الدرس إلا سهل، يبقى أثبت إيه؟
فهنا إذا أردت أن تنقض النفع جيء بكلمة إلا، أهو إعمال ليس عملت ما دون إن مع بقى النفي، يعني أول شرط أن يكون النفي باقيا. وكيف يكون ذلك؟ إذا لم تأتي بكلمة إلا. قال تعالى: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، ما أنا إلا نذير. يبقى النفي هنا انتقض بكلمة إلا، لا إحنا عايزين النفي بكم باقي، فلا تأتي بكلمة إلا. وترتيب ذكن، هذا هو الشرط الثاني. ترتيب ذكن يعني عرف، يعني تأتي باسمها وبعد ذلك الخبر، فلا تقدم الخبر، لا تقل ما بشرا هذا، لا يجوز. إن قدمت الخبر لا تعمل ما زيد ناجحا، لا تقول ما ناجحا زيد، هذا لا يجوز. هذا هو الشرط الثاني. إعمال ليس عملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن. البيت الثاني يقول فيه الناظم: وتبقى حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء. أجاز العلماء تبقى حرف جر أو ظرف. يقول إذا كان الخبر جارا ومجون أو ظرف أجاز العلماء تقدم الخبر. فنقول: ما في الدار زيد، ما عندك أحد. فعند ظرف مكان واقع في موقع الخبر، في الدار جار ومجرور خبر مقدم، هذا يجوز. فهو يقول هنا: وترتيب زكن. ترتيب يعني تأتي ما بعدها اسمها بعد ذلك الخبر، هذا هو الترتيب. فإذا قدمت الخبر لا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور، هذا هو الذي قاله. قال: أجاز العلماء سبق حرف جر أو ما في الدار زيد أو ظرف ما عندك أحد. ثم أتى بمثال قال: ما بي أنت معنية. ما أو حرف نفي يعمل عمل ليس، بي ده جار ومجرور، وأنت هذا هو اسمها المؤخر، معنيا تعرب حال. فهنا تقدم الخبر وهو كلمة بي وتأخر الاسم، وهذا جائز أجازه العلماء، لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. حتى كلمة إن أصلها إن لا يتقدم خبرها على اسمها. إن الله غفور رحيم، لا تقل إن غفور رحيم الله، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لكن إذا كان الخبر ظرف أو جار مجرور جاز. إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أنكالا. فإذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرور جاز تقدمه. قلوا معي البيتين يا أولاد: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن وتبقى حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء. طبعا ترتيب الكلام: أجاز العلماء سبق، فسبق مفعول به، بس هنا قدم لكي يحافظ على نظم البيت. البيت الثالث يقول: ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. هذا هو البيت الثالث. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضى للإجاب أو لا، فإن كان مقتضى للإجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده
وذلك نحو بل ولكن. بل حرف عطف يفيد الإيجاب، وكذلك لكن. نقول مثلا ما زيد قائما بل قاعد. ما زيد قائما لكن قاعد. عندما تقول ما زيد قائما نفيت عنه ايه؟ نفيت عنه القيام. ثم تقول بل قاعد اثبت له ايه؟ اثبت له القعود. يبقى ده حرف يفيد الايجاب. يبقى بل حرف عطف يفيد الايجاب وليس النفي، ولا بد لبل ولكن ان تسبق نفي. اقول ما زيد راتبا بل ناجح، يبقى نفيت عنه الرصود واثبت له ايه؟ النجاح. فما حرف نفي يعمل عمل ليس. زيد اسم ما مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، قائما خبر ما منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، وكل الشروط التي قلناها موجودة. أولا لم يتقدم الخبر، وهذا هو الترتيب الذي زكن وعرف، وأيضا النفي باقي، يعني لم ننقض النفي بإلا، لم نقل ما زاد إلا قائم. بل حرف عطف قائم قاعد معطوف على ايه؟ فهو يقول ورفع معطوف. اين المعطوف يا اولادي؟ طب اين المعطوف عليه؟ ورفع معطوف بلكن او بل من بعد منصوب. منصوب يعني الخبر اهو، ما زيد قائما بما الزم حيث حل، يعني دايما اجعله مرفوعا ولا تجعله منصوبا. طب واحد يقول لي كيف تعطف مرفوعا على منصوب؟ دايما العطف تابع، والتوابع أربعة كما تعرفون، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، صح ولا لا؟ نقول عندما عطفت قاعد هتعربها خبر لمبتدأ محذوف، تقدير بل هو قاعد، بل هو قاعد، وفي هذا الحالة عطفت جملة على جملة ولم تعطف مفردا على مفردا. فلما تقول قاعد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو قاعد. وكذلك في المثال الثاني، ما حرف نفي؟ زيد اسم ما مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، قائما خبرها منصوب، لكن حرف نفي يفيد الإيجاب، يعني ينفي ما قبله ويثبت الحكم لما بعده. قاعد خبر لمبتدا محذوف تقديره لكن هو قاعد. وطبعا لكن دي اللي هي مخففة، هي حرف استدراك يفيد العطف فقط، وليس أخت من أخوات إن، لكن ذي المشددة اللي تعمل عمل إن. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن النون المشددة دي، لكن إذا خففت فإما أن تكون عاطفة إذا سبقت بنفي، أو تكون حرف استدراك مهمل لا يعمل. قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، لكن الراسخون، يبقى تدخل على جملة اسمية أو فعلية ولكن لا عمل لها. ورفع معطوف بلكن أو بل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. إلزم الرفع، ولا يجوز لك أن تنصب، ولا يجوز لك أن تقول ما زيد قائما بل قاعدا، لا يجوز هذا، بل إلزم الرفع. خلاص، إلزم رفع المعطوف بلكن أو بل من بعد المنصوب حيث حل. في أي مثال يحل فيه إلزم رفعه ولا يجوز لك أن تنصبه. هل أنتم فاهمون؟ هذا معنى ورفع معطوف بلكن أو بدل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. أما إن كان الحرف العاطف غير مقتضي الإيجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب. تقول
ما زيد قائما ولا قاعدا ولا قاعد